مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العرض الإخباري المباشر من قناة العيون. البداية بأبرز العناوين. الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني يؤكد في تصريحات صحفية بأن الصحراء مغربية وأن البوليساريو انتهت. ومن العيون نرصد فعاليات المنتدى العالمي الأول لتحدي المدن الذكية بالعيون من طرف مؤسسة فوس بكرة. كما نتابع في النشرة حصول خليج الدخلة على شهادة عضوية النادي الدولي أجمل الخلجان في العالم. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. مستهل النشرة بالتصريحات التي أدلى بها الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني وأكد فيها بأن الصحراء مغربية وأن هذا الموضوع يجب أن ينتهي ويتعين على الجزائر والمغرب أن يفتح حدودهما ويطبع علاقتهما. وأكد سعداني أنه يعتبر أن الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، وقال أن الجزائر تدفع أموالا كثيرة للبوليساريو منذ أكثر من 50 سنة دون أن تقوم بشيء يذكر، كما اعتبر أن الأموال التي تدفع لقيادة البوليساريو والتي تجول بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عاما فإن المدن الجزائرية أولى بها. تصريحات شكلت صدمة لقيادة البوليساريو التي تعيش أسوأ أيامها بعد انكشاف الحقائق من قيادات سياسية جزائرية تعكس نبض الشارع الجزائري الذي ضاق ذعرا بممارسات نظام العسكر وتبديد أموال الشعب الجزائري خدمة لأجندة العسكر. تقرير في موضوع لفتح لمين. مضت على التاريخ سنوات خداعات صدق فيهن الكاذب وكذب الصادق، خون فيهن الأمين وأؤتمن الخائن، كما نطق فيهن الرويبض كذبا وتلفيقا غشا فألبس الباطل ثوب الحق، أقنع دولا بضرورة استقلال الصحراء عن مغربها تحت مسمى حق الشعوب في تقرير المصير، إلى أن جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ما لم يستع غيره أن يقوله، فالموضوع داخل خانة المحرمات. قضية الصحراء من الطابوهات التي قد تكلف المفتي فيها بعكس تيار نظام العسكر الجزائري حياته، لكنه الحراك الشعبي حيث حرية التعبير خارج فكي الجنرالات. جاء رجل ليس غريبا عن النظام، هو الأمين العام لحزب جبهة التحرير عمار سعدني، تحدث في عدة ملفات تشغل الرأي العام الجزائري وتحتل الصدارة في المشهد السياسي ببلاده، كان أبرزها قضية الصحراء، حيث جدد موقفه حيال قضية الصحراء ليصرح بمغربيتها ويصحح ما أفسدته أيادي العسكر، متهما قادة جبهة بوليساريو بتبديد أموال الشعب الجزائري. هي خرجة إعلامية غير مسبوقة، عمار ساعدني الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الحاكم بالجزائر، الصحراء مغربية وليست شيئا آخر. أما عن علاقة بلدين جارين يوحدهما التاريخ كما الجغرافيا، فالعلاقة حسب المسؤول الجزائري هي أكبر من صراع مفتعل. يتصدع الجوار، تتبعثر أوراقه، وحيث لا مجال لإعادة ترتيبها في ظل مؤسسة عسكر جدرانها تصدع وكبيرها أفل. تتراجع بوليساريو من القضية الأولى في أجندة العسكر إلى الرقم الأخير في القضايا ذات الاهتمام، ليعكس اللا أهمية لساكنة مخيمات تندوف، حجر العثرة إذن لم يفد الجنرالات في مخططاتهم ولم يلهي الشعب الجزائري عن شؤون تعنيه بما لا يعنيه. بوصلة بوليساريو تكسرت على صخرة عالم السلم الدولي ومصلحة الشعوب بعيدا عن الشعارات الزائفة، فبحر السياسة متلاطم الأمواج وبوليساريو وجنرالات الكوكيين لا يتقنون من السباحة في هذه السياسة سوى ما تتقنه في السباحة قطعة من حجر. ولأن جبهة بوليساريو وداعميها تعيش بالوهم وتحب الخيال وتلتف الغرور لتداري خواء عقولها، حقيقة تدركها اليوم أزيد من 50 دولة لتسحب اعترافها بالوهم وتعود إلى جادة صوابها.
وللتعليق على دلالات التصريحات التي أدلى بها الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الجزائري عمار صعداني للصحيفة الجزائرية وعلاقتها بالتطورات التي تشهدها الساحة الجزائرية، أجرينا اتصالا مع الإعلامي الجزائري مدير قناة شمس تي في سامي سي يوسف لنتابع. أولا في البداية أكيد أن الـ ما يتم ما تعيشه الجزائر اليوم من حراك، ويعني في حال ما إذا تمكن الشارع من فرض هذا ما يصبو إليه من تغيير، أكيد أن كل هذا التغيير سينعكس على العلاقات الجزائرية وبلدان الجوار والدول الصديقة، خاصة المغرب، لأن الشعب اليوم الجزائري يطالب بتغيير نظام الحكم، يعني تغيير السياسة، سواء تعلق الأمر بالسياسة الداخلية للبلاد أو السياسة الخارجية، والمضي نحو بناء دولة الديمقراطيات. وأكيد أنه العلاقة مع المغرب، هناك الكثير من الأصوات الآن التي تدعو إلى فتح الحدود مع المغرب وفتح صفحة جديدة مع الجارة، حتى يتمكن الشعبين الجزائري والمغربي من بناء يعني الفضاء المغاربي الذي يصبو إليه الشعبين، ولتقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية وعلى جميع الأفعال. أنا يعني تصريح سريداني ممكن أن يكون يعبر عن تيار معين في الجزائر، والآن هناك الكثير من الأصوات التي تدعو إلى يعني إعادة النظر فيما يتعلق بدعم يعني قضية جبهة البوليزاريو، أو يعني عدم المغالطة وإعادة يعني فتح حوار جاد مع المملكة المغربية لبناء علاقات متينة وقوية بين الدولتين. ويمكن أن يكون هناك شريحة كبيرة في المجتمع الجزائري التي يعني ترى أنه الحان، قد الوقت قد حان لإعادة النظر في هذه السياسة، على أن لا يجب أن نخسر جار استراتيجي وقوي مثل المغرب، الذي يمكن أن يشارك الجزائر وأن تستفيد الجزائر من المغرب وأن يستفيد المغرب من التجارب الجزائرية، حتى نبني كما قلت لك يعني ونحسن المنطقة ككل، ونبني اقتصاد قوي وفضاء مغاربي موحد. هو الأكيد أنه الآن الحراك الحاصل في الجزائر حرر الكثير من المثقفين، حرر الإعلام، يحرر رجال السياسة، على أن نحرر الفكر في حد ذاته، لنطرح الأسئلة المناسبة ولنجد الحلول المناسبة لقضايانا، سواء تعلق الأمر بالقضايا الداخلية للجزائريين أو بالسياسة الخارجية وعلاقتها مع جيرانها، وبالخصوص الجار الصحفي سامي سي يوسف كان أول من أثار قضية مشروع قانون المحروقات الجديد في الجزائر، مع إعلان الحكومة رسميا المصادقة عليه في انتظار تمريره على البرلمان، والمخاوف الكبيرة من أن يؤدي إلى رهن الثروات الباطنية الجزائرية للأجانب. واحتشد مئات المواطنين الأحد الماضي أمام مبنى البرلمان في قلب العاصمة الجزائرية احتجاجا على هذا القانون، وكانت الشعارات الطاغية في مظاهرات الحراك الشعبي يوم الجمعة الماضي لا لقانون المحروقات ولا لرهن ثروات الأجيال القادمة للأجانب، والحكومة تريد بيع البلاد للأجانب وغير ذلك. وقال سعيد صالحي قيادي في ائتلاف منظمات المجتمع المدني إن هذه الوقفة تظهر وعيا شعبيا كبيرا بما يحضر للجزائر من هذه الحكومة المرفوضة شعبيا.
التصريحات الأخيرة لعمار صعداني أمين العام أمين عام جبهة التحرير الجزائرية سابقا تجسد إذن عن قرب اعترافا قويا بمغربية الصحراء وبنهاية شيء اسمه بوليساريو. تصريح المسؤول الجزائري لم يتعود عليه النظام الجزائري الذي كان يدعم قيادة البوليساريو، وهو ما يؤكد بداية اقتناع السلطات الجزائرية بفشل مشروع بوليساريو وتبدد الوهم. تقرير في الموضوع لمحمد مصطفى خيه. تصريحات الأمين العام السابق لحزب الجبهة الوطنية للتحرير الجزائري عمار صعداني بخصوص قضية الصحراء اعتبره العديدون نقلة إيجابية بخصوص رؤية القيادة والسياسيين الجزائريين للنزاع حول الصحراء المغربية. فمن داخل الجزائر تصريح للمسؤول الجزائري وتأكيد على مغربية الصحراء ولا شيء غير ذلك، ومنتقدا لموقف بلاده الداعم للبوليساريو ولكونها تدفع أموالا كثيرة للمنظمة لأكثر من 50 سنة، جعلها تدفع ثمنا غاليا جدا دون أن تقوم المنظمة بشيء يذكر أو تخرج من عنق الزجاجة. والأكيد أن تصريحات الأمين العام السابق لحزب الجبهة الوطنية للتحرير الجزائري عمار صعداني تضمنت الكثير من التوضيحات بخصوص مغربية الصحراء وأهمية العلاقة التي تربط المغرب بالجزائر، واعتبرها أكبر من هذا الموضوع. فالجزائر اعتبر صعداني وبحكم أنها مقبلة على رئيس جديد وتغير النظام التونسي، كما أن ليبيا تعيش تحولا وهذا بحسبه يمكن أن يؤدي لإعادة إحياء المغرب العربي كما طالب به قدماء جبهة التحرير وأيضا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب والجزائر وتونس وشمال إفريقيا عامة. ويعتبر تصريح عمار صعداني بخصوص نزاع الصحراء وضرورة إنهاء وفتح الحدود المغربية الجزائرية تحولا كبيرا في موقف الدولة الجزائرية بخصوص دعمها لجبهة البوليساريو، ومجسدا لاستحالة الانفصال ومؤكدا على وحدة أراضي المغرب من شماله إلى جنوبها، رافضا لخلق كيان جديد داخل تراب المغرب العربي، كيان أنهك بحسبه ميزانيات الجزائر التي فرطت في مواطنيها مقابل دعم جبهة البوليساريو لتحقيق الانفصال، وهو ما لم ولن يتحقق كما أكد على ذلك عمار صعداني. تصريحات إذن تعكس نبض الشارع الجزائري وتفتح الباب على مصراعيه أمام فتح صفحة جديدة عنوانها احترام السيادة المغربية على كامل أراضيه والقطع مع سياسة تسويق الأوهام. وبهذا الصدد أجرينا اتصالا مع الأستاذ القانون الدولي تاج الدين الحسيني للتعليق على هذه المستجدات. فعلا السيد عمار السعداني شخصية معروفة في الفضاء الجزائري بشكل عام، بحيث سبق له أن شغل منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنية الجزائرية، وأظن أنه رجل ذو مواقف، بحيث فيما يتعلق بقضية الصحراء ربما منذ سنة 2015 كانت له مواقف واضحة بهذا الخصوص، واضحة بحكم تحمله لمسؤولية الأمين العام ليصح عنها بشكل جذري، ولكنه كان يقول بأن له موقفا آخر فيما يتعلق بقضية الصحراء، وهو يعني بذلك أن موقفه يغاير الموقف الرسمي للنظام الجزائري. الآن وفي الحوار الذي أجراه السيد عمار السعداني قبل بضع ساعات كانت تصريحاته هذه المرة دقيقة وواضحة، بحيث أكد أنه من وجهة نظر أولا التاريخية والجغرافية وعلى كل المستويات يعتبر بأن الصحراء هي منطقة مغربية ولا شيء آخر، بل ذهب أكثر من ذلك إلى القول بأن الصحراء لم تنتزع من المغرب إلا بمناسبة مؤتمر برلين الذي وزع مناطق النفوذ بين الدول الاستعمارية، وبالتالي كانت من نصيب إسبانيا لأنها لم تكن لتكتفي بما استعمرته في مناطق الشمال المغربي. وأكثر من هذا وذاك، لاحظنا في موقف السيد عمار السعداني كثيرا من الوضوح فيما يتعلق بمسؤولية النظام الجزائري عن استمرار هذا الوضع في هذه المنطقة من العالم، بحيث أشار إلى أن النظام الجزائري يقدم للبوليساريو طوال مدة تقارب 50 سنة أموالا طائلة دون أن تفعل بتلك الأموال شيئا يمكن أن يخرج هذا الملف من النفق. وأكثر من هذا وذاك، أكد أن كل من المغرب والجزائر يتضرران كثيرا نتيجة لاستمرار هذه الأمور على ما هي عليه،
وأنه الآن حان الوقت لننظر جميعا نحو مغرب عربي مندمج وقوي، خاصة وأن رياح التغيير هبت على كل من تونس وهي تهب على ليبيا، وبالتالي هذه البلدان جميعا وكذلك الحراك الذي تعرفه الجزائر، وأن الحكومة التي ستعتلي الأمور في المستقبل ستكون وطنية بالتأكيد، وبالتالي هذه الوقائع المرتبطة بملف في الصحراء ستصبح بدون شك أثرا بعد عين. يشتد الخناق يوما بعد يوم على قيادة البوليساريو، فقد لقي تقديم سفير صاحب الجلالة بجنوب إفريقيا السيد يوسف العمراني أوراق اعتماده للرئيس الجنوب الإفريقي سيريل راموفوزا استحسانا لدى أوساط المحللين بجنوب إفريقيا، حيث اعتبروه تطورا إيجابيا يتبع بداية مرحلة جديدة للتعاون بين البلدين الوازنين على مستوى القارة الإفريقية. واعتبر محللون مرموقون أن البلدين يبدوان مستعدين لطي صفحة الماضي والانكباب على تعزيز الحوار فيما بينهما من أجل إقامة العلاقات القائمة على أساس تعاون مفيد ليس فقط بالنسبة للبلدين وإنما لعموم القارة الإفريقية. وأوضح محللون أن المغرب وجنوب إفريقيا مدعوان من الآن فصاعدا إلى استغلال مختلف الفرص الاقتصادية والتجارية التي توفران عليها، مؤكدا وجود العديد من فرص للتعاون بين الرباط وبريتوريا. وفي موضوع آخر، احتضن قصر مؤتمرات اليوم المنتدى العالمي الأول حول مدن التحديات المنظم بالعيون من طرف مؤسسة فوسبوكرا، منتدى طرح جملة من المواضيع حول بناء المدن الذكية وتطويرها من خلال إدارة الموارد الطبيعية بذكاء. تفاصيل افتتاحية المنتدى مع محمد التروزي ومحمد مولود من لا يخاف. تطوير المدن من خلال إدارة ذكية للموارد الطبيعية البيئية واستخدام المعرفة موضوع المنتدى الذي شهدت افتتاحيته إلقاء كلمات تبرز أهمية تطوير المدن بالموازاة مع استخدام المعرفة في إدارة الموارد. محاور عدة تعددت من خلالها كلمة المتدخلين الحاضرين هنا من دول عدة من العالم لطرح تفاصيل علمية وتجارب في إطار تطوير المدن من خلال الإدارة الذكية. الهدف من تنظيم هذا المنتدى الأول من نوعه بالعيون والذي يهتم بالطبيعة واحترام البيئة في إطار التطور المعماري العالمي هو إضافة لنا كمشاركين أولا، وأيضا يعطينا نظرة حول المدن بالصحراء كالمدن التي نعيشها بأوروبا ومدى مراعاتها للبيئة. يجب علينا جميعا الانخراط في هذا الاتجاه حماية للطبيعة وكذا البيئة التي نعيشها بأي مكان بالعالم. هو منتدى يهدف إلى رفع كل التحديات التي تعيق تنمية المدن، التحديات البيئية، التحديات التكنولوجية والتحديات الثقافية وإلى آخره. المنتدى يهدف إلى ربط صلة وصل بين الباحثين من جهة، بين مهندسي المعماريين وبين المخططين الذين يخططون للمدن، حتى يكون صلة وصل من أجل دفع التنمية بهذه الجهة لمستوى يفوق المستوى التي وصلت إليه. المنتدى الدولي الأول من نوعه حول مدن التحديات يناقش مواضيع آنية هامة حول المعمار والتطور التكنولوجي والبيئة والطبيعة، بحثا عن مزيد من المرونة الحضرية والترويج لسياسات الصحة العامة والحد من التلوث الجوي في إطار ما يعرف بالبناء مع الطبيعة. مؤسسة فوسبوكرا الآن في إطار تسليم مختبرات البحث العلمي التابعة لجامعة محمد السادس والجزء المتبقي من تكنوبول أعطيت الانطلاق له، هذا المنتدى يدخل في إطار رفع كل التحديات البيئية، التحديات المتعلقة بالتغير المناخي وكل التحديات الأخرى التي تعيق أي مشروع مستقبلي منذ البداية، كما أنه يهدف أيضا إلى ربط صلة وصل بين مشروع تكنوبول الذي هو مشروع مهم وربطه بباقي مدن في العالم التي تحتوي نفس المشاكل ونفس التحديات، وأيضا خلق تواصل بين هذه المدن وخلق مشاريع مشتركة فيما بينها. تكنوبول فم الواد طرحت تفاصيله الهندسية هنا ضمن افتتاحية المنتدى حول مدن التحدي، فسلطت من خلاله ممثلة مؤسسة فوسبوكرا الضوء على موضوع المدن والطبيعة في إطار تحديات المدن في الوقت الراهن.
ودائما وتتويجا للمجهودات البيئية بالجهات الجنوبية الثلاث بتوياما اليابانية، نال خليج الدخل أحد أبرز المواقع الطبيعية والسياحية بجهة الدخل وادي الذهب اليوم الجمعة شهادة عضوية النادي الدولي أجمل الخلجان في العالم، وذلك خلال المؤتمر الذي يعقده النادي في خليج تويما باليابان. وتسلم شهادة العضوية خلال أشغال هذا المؤتمر الذي يشارك فيه 37 بلدا السيد محمد الشريف منسق عملية انضمام خليج الدخلة إلى النادي وعضو المجلس الجهوي للسياحة بجهة الدخلة وادي الذهب من قبل حاكم خليج تويما. تقرير في الموضوع لبكار دليمي. يأتي انضمام خليج الدخلة إلى نادي أجمل الخلجان في العالم بعد زيارة الاستطلاعية التي قام بها وفد تابع للنادي نهاية يونيو المصرم بمدينة الداخلة والمناطق المحيطة بها بهدف الاطلاع على المزايا والمؤهلات التي يزخر بها خليج وادي الذهب. خلال هذه الزيارة وقف الوفد على الدعم الكبير الذي توليه السلطات بشأن ترشيح خليج الداخلة لعضوية النادي، وبهذا ينضم خليج الداخلة الذي تم تصنيفه منذ سنوات موقعا محميا ضمن اتفاقية رامسار للمناطق الرطبة رسميا إلى قائمة أعضاء النادي الذي تأسس في سنة 1997 والذي يضم في عضويته نحو 37 بلدا و40 خليجا حول العالم بينها خليج الحسيمة وخليج أكادير. انضمام خليج الداخل لعضوية نادي أجمل الخلجان في العالم هو نتيجة عمل طويل لمختلف مكونات الجهة، وتمثل هذه الإضافة قيمة مضافة عالميا بالنسبة للمغرب والمنطقة على المستويين السياحي والبيئي. انضمام الداخل لهذا النادي سيمكن من تبادل الخبرات والتجارب مع خلجان بلدان أخرى في مجالات البيئة والسياحة والتعاون والاقتصاد، كما سيمكن من التعريف بخليج الداخلة والمنطقة بصفة عامة، حيث يتمتع خليج وادي الذهب بموقع جغرافي متميز كبوابة لجنوب المغرب وجوهرة الصحراء. تتوفر الداخلة على مؤهلات اقتصادية وطبيعية فريدة وتجربة متميزة على مستوى التوازن بين أنشطة الصيد البحري التقليدي والتنمية السياحية. خليج الداخلة يشكل أيضا فضاء دوليا لأنشطة الرياضات البحرية، وتطمح جهة الداخلة وادي الذهب من وراء الانضمام إلى هذا النادي الدولي تعزيز الجهود الهادفة إلى التعريف بالجهة عموما وبخليجها المتميز على الخصوص، وكذا تثمين المؤهلات الطبيعية والإيكولوجية الفريدة وإقونة الجنوب المغربي والترويج لها على الصعيد العالمي. كما أن انخراط خليج الداخلة في هذا النادي الدولي من شأنه النهوض بالوجهة السياحية للجهة التي ترتكز على السياحة رياضات مائية التي جعلت منها محطة من محطات الكبرى على الصعيد الدولي، والسياحة الاستكشافية والرحلات الصحراوية والسياحة البيئية، فضلا عن التحفيز لاحتضان وتنظيم مؤتمرات وتظاهرات ومنافسات دولية على مستوى عالي في مختلف المجالات. يعد نادي خليج أجمل الخلجان في العالم الذي يتخذ من مدينة فان الفرنسية مقرا له فضاء لتعزيز الحوار والنقاش وإرساء علاقات التبادل والخبرات والتجارب بشأن حماية الخلجان والحفاظ عليها وإرساء تبادل ثقافي واقتصادي وبيئي في المجالات ذات الصلة. إلى إقليم سيدي إفني، حيث ترأس عامل الإقليم لقاء تحسيسيا حول طرق الوقاية ومكافحة الحشرة القرمزية والتي بدأت تجتاح مجددا عدد من ضيعات الصبار على صعيد الإقليم. لقاء يأتي تنظيمه بتعاون وشراكة بين عمالة الإقليم والغرفة الفلاحية الجهوية وبرنامج واحات الجنوب ومتدخلين آخرين. وضمن فعاليات هذا اللقاء التحسيسي توزيع معدات ولوازم لوجستية على الفلاحين خاصة
خاصة بمواجهة هذه الآفة. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في متابعة لعياد السرتي ومحمد مشنان. هو لقاء دراسي للبحث وفق مقاربة تشاركية في طرق الوقاية والحد من انتشار الحشرة القرمزية، والتي بدأت تغزو مجددا المساحة المزروعة من نبتة الصبار. نقاش علمي وتوعوي يستعرض مستجدات البحث العلمي حول السبل الكفيلة لمجابهة هذا الداء وتبليغها للفلاحين والمنتجين وملاك الحقول بطرق سلسة ومبسطة. وهذا مسؤولية الجميع، وإلا ما تكاتف الجميع وتعاون الجميع، منتجين وإدارة ووزارة الفلاحة المعنية بالأمر، ما لي نعطوا نتيجة، لأنه هذا وباء، وباء خطير، والحشرة تتحرك بسرعة، وبعض الأوقات تداوى مرة وثنتين وثلاثة وما تعطي نتيجة. إذا خاص تعبية الجميع وتوعية الجميع باش نوصلوا يعني المبتغى هو القضاء على الحشرة القرمزية. الأرقام مشجع، لانه بعد سنه وثلاث اشهر من الساعه اللي بانت في اقليم يفني، اللي الى حد الساعه اللي تم التعامل معه واللي بانت فيه وتم المعالجه ديالو ولا القضاء، يعني قليعه الغرس كامل، لحقت 34 من 90,000 هكتار. هذا رقم اللي هو مشجع. عدد كبير من الفلاحين لكن على مستوى عدد من الجماعات الترابيه بالاقليم سيدي يفني، المدخول ديالهم يتجلى في العائدات ديال الفاكهه ديال الصبار. تنعرفوا مقارنه مثلا غير مع ما تنتجه الحقول ديال الصبار مع كذلك المداخل ديال الميناء سيدي يفني، تلقوا بان المنتوج ديال الصبار اكبر من المنتوج ديال الميناء ديال سيدي يفني على مستوى العائدات الماديه، وبالتالي داخل بان الكل يشمر على الساقي والساعد، الكل يكون مستعد بان الكل يكون منخرط في المحاربه ديال الحشره القرمزيه. بزاف الناس مساكنه تتعاونك ناري مزيان، كتعاون الدراواش وكتعاون مال البلاد، المهم كل واحد في بلاده وكل واحد في حقه وكيبيع في حقه، والمهم الناس لاباس عليهم في الوقت هذاك كيسلكوا مزيان نيت بخير وعلى خير الحمد لله. نقاش تواصل في الميدان، هنا شرح مبسط للطرق السليمة والفعالة لمكافحة هذه الحشرة، مع تزويد المنتجين وملاك الحقول والتنظيمات المهنية بمعدات لوجستية للمعالجة القبلية وللوقاية والحد من رقعة الانتشار قبل التدخل المباشر للدوائر المعنية والجهات المختصة. وهنا تفعيل لعدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بمواجهة العوامل المساعدة على انتشار هذه الحشرة، نتحدث خصوصا عن وسائل نقل منتوجي الصبار. انطلاقة ديال العملية تعقيم وسائل نقل وصناديق فاكهة الصبار الكناري، بحيث أنكم كيف تتمكنوا من المشاهدة أن معنا الشاحنات، 4 شاحنات جبناهم اليوم باش نقدمهم للفلاحة. قدمنا الطريقة اللي هي بغيناها تبدأ إن شاء الله، وديجا بدأت بالحقيقة في الإقليم، اللي هي عملية تشاركية مع الفلاحة، بحيث أننا جبنا لهم كيف شفتوا معدات ديال التداوي لمعالجة الحقول، زائد مبيدات هذه الحشرة اللي هي حشرة القرمزية. سلمنا المعدات، نديروا الاحتياط أولا قبل كل شيء، نديروا الاحتياط مسبقا، إلى جاب الله قدر الله بانت لنا في الضيعة ديالنا وداك الشيء، يعني عندنا المعدات باش نحاربوا هذه الحشرة قبل ما تنتشر كمثل ضيعات أخرين. الصبر هذا هو المنتوج الوحيد ديال المنطقة، بدات هاد الحشرة منتشرة في مجموعة من المناطق هنا في طبع عمران، خاصة مناطق مستي وزبويا، منذ سنتين الحمد لله حنا لحد الآن نجانا الله من هاد الحشرة مازال، ولكن هذا لا يعني أن تكون هناك مبادرات استباقية ضد هاد الحشرة باش ما تقيس هاد الجنانة ديال الناس. هي عملية استباقية لمواجهة هذه الحشرة هنا على صعيد إقليم سيدي إفني، المنطقة التي تتصدر إنتاج الصبار على الصعيد الوطني بمساحات شاسعة تضم الآلاف من المنتجين، وتشغل يد عاملة مهمة في هذا النشاط الاقتصادي الأبرز بمنطقة أيت بعمران.
نبقى في الشأن الفلاحي، حيث يعد منتوج التمور أحد دعامات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم غليميم، وتجديدا بكبرى واحات المنطقة جمع تغجيجة القروية. موسم الإنتاج الحالي سجل نتائج مشجعة سيكون لها وقع على تطور هذا الصنف الإنتاجي. مزيد في متابعة لحافظ محضر غالي القرحي وعبد الرحيم حاجي. على نحو 200 هكتار تمتد مساحة النخيل بجماعة تغجيج كبرى واحات الأقاليم الجنوبية، نخيل يدر سنويا أطنانا من التمور بأصنافها وأنواعها المختلفة وكذا جودتها العالية، منتوج يعد أحد مصادر الدخل الرئيسية لنسبة هامة من ساكنة هذه الجماعة الترابية التي تعتمد تقنيات ووسائل تقليدية في عمليات جني المنتوج، حصيلة جيدة سجلها منتوج هذه السنة. المنتوج ديال تغجيج راه مزيان هذا العام، مزيان عطى نتيجة مزيانة، كان بوفقوس، كان الجيل، كان بوسكري، كان بوطوب، كان تغانيمت، العديد من انواع ديال التمر. الجودة كاينة احسن من هذا الشيء اللي فات، يعني تحسنت شوية الجودة ديال هذا العام على هذا الشيء اللي فات. انواع ديال التمر اللي عندنا هنا في تغجيشت راه باين، كاين عندنا المجهول، كاين الجهل، كاين بوسكري، كاين بوفقوس، كاين السير بالانواع ديالو. التدابير والاجراءات التي انخرطت فيها الدوائر الفلاحيه ساهمت في دعم زراعه النخيل وانتاج التمور بهذه المنطقه، تدابير مكنت من مضاعفه مساحات النخيل وحفز المنتجين، وهو ما انعكس على مردوديه الانتاج هذا الموسم سواء واحات تغجيجت او باقي الامتداد الواحي بجهه غليميم وادنون. إنتاج التمور بالجهة هذه السنة هو إنتاج جيد، بحيث الإنتاج هذه السنة كيتقدر بواحد 3600 طن، والجودة ديالو كذلك جودة ممتازة، بالإضافة للمجهودات اللي كيديروا الجمعيات والتعاونيات فيما يخص التوضيب وإعداد هذه التمور، إذن أصبحت كتعرض بواحد الشكل جيد من أجل البيع. موسم قطاف التمور ينطلق على وقع نتائج مشجعة، أو هكذا عبر المنتجون الذين يراهنون على استثمار المكاسب المحققة في هذا الصنف الإنتاجي الذي يعد من مرتكزات ودعامات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة الترابية وباقي تراب جهة غليميم وادنون. الورقة الفنية من غليميمة وتحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انطلقت اليوم فعالية الدورة الثالثة لمهرجان أهازيج وادنون الثلاثية الجدرال هرمة وغانغا، تظاهرة تنظمها وزارة الثقافة والشباب والرياضة والمجلس الجهوي لغليميم وادنون بتعاون مع ولاية الجهة، وذلك تحت شعار التراث أصالة وتجديد. تفاصيل أوفى في الروبورتاج التالي لحافظ محضر غالي القرحي وعبد الرحيم حاجي. على وقع نغمات من الطرب الحساني الأصيل تنطلق عروض النسخة الثالثة من هذا المهرجان التراثي الذي أخذ على عاتقه حفظ أشكال مختلفة من التعبيرات الفنية الأصيلة التي ارتبطت ومجال وادنون، تظاهرة ارتكزت على التعريف بنماذج من هذه الأشكال التعبيرية الفولكلورية من قبيل رقصات القدرة والهرمة وغنغا، صونا لذاكرة ثقافية غنية ورصيد فني يأبى الاندثار. أجيج وادنون اللي مصادف المسيرة الخضراء، مرحبتنا به وسهرتنا، رانا فرحانين اللي مصادف المسيرة الخضراء، أهلا بالمسيرة الخضراء. يقول السادس مولانا نصرو خطاب وعطانا توجيهات، الله تراتك يحميك، ظل طارم التقلبات، توجه لإفريقيا مغلاه وعدل ياسر زيارات، خصص مليارات للتنمية كامل استثمارات، للحكم الذاتي لا بديل ولا يطمح حد بتنازلات، سبط بينا نبغي عهد كامل المنجزات. مشاركة فعالة تمثل التراث وتجسده وتحاول تحافظ عليه، فنحن سعداء بهذه الساحة، ساحة القسم، التي تنظم هذا الحفل تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
تنظيم هذا المهرجان الذي يبرز مختلف الأشكال والتعبيرات والأهازيج المرتبطة بمجال واد نون وثقافة الرحل عموما، يأتي تنزيلا لمقتضيات المكون الثقافي من عقد برنامج التنمية المندمجة لجهة إقليمي واد نون، برنامج يشكل مساهمة قوية في التعريف بالتراث الفني للمنطقة وحماية خصوصيته الأصيلة والمتجذرة في الذاكرة. هناك مجموعة كبيرة من المجموعات الثقافية التراثية حرصنا على أن تتواجد في هذا الفضاء، لأنه إحياء منا لبعض الأهازيج التي قادت تنطمر بصفة نهائية، وهي القدرة والهرمة وغنغا. فضلا عن ذلك فهذه الدورة استدعنا مجموعة موريتانية نشيطة كي تؤثث هذا الفضاء، وفعلا هذه المجموعة الموريتانية تعبر عن جانب آخر من التراث ربما أنه موجود عندنا هنا، لكن بتواجد هذه المجموعة نثير بعض الاعتبار لهذا التراث أيضا، وهو داخل في إطار تثمين الموسيقى الحسانية بشكل عام. على امتداد 3 أيام تتواصل أنشطة وعروض هذا المهرجان الفني الذي حرص على إشراك مجموعة من الفرق الفلكلورية التراثية من مختلف جهات المملكة، إسهاما منه في إبراز تنوع وغنى خصوصيات الموروث الثقافي والفني الوطني، والذي يشكل مزيجا ثقافيا يكرس عمق الترابط والوصال بين كافة الأشكال التعبيرية الفنية الوطنية. جديد الصحف الجهوية الصادرة هذا الأسبوع في قراءة لمحمد لمين الجارح. نستهل قراءتنا لجديد الصحف من صحيفة الأسبوع الصحفي، وكتبت: حظي تقرير الأمين العام الأممي المقدم لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الصحراء باهتمام كبير من لدن المهتمين وخبراء ملف النزاع حول الصحراء بين المغرب والجزائر والبوليساريو، حيث اعتبر أنطونيو غوتيريس أن إنهاء هذا المشكل يتطلب إرادة سياسية قوية من الطرفين ومن المجتمع الدولي أيضا. وذكرت الأسبوع الصحفي أن مسار إعادة الثقة توقف جراء استقالة المبعوث الشخصي هوريس كولر، الذي تمكن من إعادة إحياء الدينامية والزخم اللذين تشتد الحاجة إليهما للعملية السياسية، ومن بينها عملية اجتماعات المائدة المستديرة التي جرى إطلاقها والتي جمعت المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. كما كشف التقرير عن نقص في الثقة بين الطرفين، داعيا الطرفان إلى أن يبديا بجدية حسن النية ويثبتا استعدادهما لإحراز التقدم نحو التوصل إلى حل سياسي للنزاع. صحيفة برلمان كوما الإلكترونية كتبت: قال عمار سعداني الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطنية الجزائرية الذي كان يرأسه عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق، إنه يعتبر الصحراء أرضا مغربية وليست شيئا آخر من الناحية التاريخية، حيث اقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين. وأضاف سعداني في حوار له مع موقع كل شيء عن الجزائر: في رأيي أن الجزائر تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة، لقد دفعت ثمنا غاليا جدا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرج من عنق الزجاجة. وتابع المتحدث أن العلاقة بين الجزائر والمغرب هي أكبر من هذا الموضوع، والآن الظرف مناسب لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغييرا في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات وهناك تغيير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولا، وهذا يمكن أن يؤدي لإعادة إحياء المغرب العربي كما طالب به قدماء جبهة التحرير وأيضا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب والجزائر وتونس وشمال إفريقيا. صحيفة تيلكيل الأسبوعية كتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع: فجر عمار سعداني الأمين السابق لجبهة التحرير الوطني تصريحات مدوية لم يتجرأ أي مسؤول جزائري على الإدلاء بها من قبل عندما أكد أن الصحراء مغربية. وقال عمار سعداني المقيم بفرنسا في تصريح مع موقع كل شيء عن الجزائر: أنا في الحقيقة أعتبر من الناحية التاريخية أن الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين. وفي رأيي أن الجزائر التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة، دفعت ثمنا غاليا جدا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرج من عنق الزجاجة. صحيفة هيسبريس الإلكترونية كتبت: ملف غياب مبعوث أممي رسمي لملف الصحراء يعود إلى رضوهات مجلس الأمن،
من أجل البت فيه من طرف الدول الأعضاء، إذ انعقدت جلسة موسعة يوم أمس الأربعاء قدم خلالها رئيس البعثة المينورسو كولين ستيوارت تقريرا حول عمل الممثل الأول للأمم المتحدة بالصحراء فضلا عن التطورات الجارية على أرض الميدان. وأرخى غياب مبعوث أممي بظلاله على الجلسة المنعقدة، حيث أجمعت مختلف الدول المتدخلة على ضرورة إيجاد حل للجمود الحاصل على هذا المستوى، فيما تراهن جبهة البوليساريو على رئاسة جنوب إفريقيا لمجلس الأمن من أجل إعادة الزخم للملف، وهو ما يظهر من خلال الجلسات المتعددة التي خصصت لحل النزاع الإقليمي. صحيفة أنفاس بريس الإلكترونية كتبت: قرار أممي ينتصر لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء. القرار الأممي يجدد الدعم للمسار السياسي الهادف إلى تسوية قضية الصحراء، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء 16 أكتوبر 2019 قرارا جددت من خلاله دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء، داعية جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. ويدعم القرار المسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 في أفق التوصل إلى حل دائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء. ويشيد النص بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مهيبا بجميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع بعضها البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي يحظى بقبول الأطراف. ويشير القرار في هذا الصدد إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 والتي كرست وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي أشادت بها الهيئة التنفيذية للمجتمع الدولي ككل بوصفها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي. وبهذا الخبر ننهي جولتنا ضمن جديد الصحف الأسبوعية. القراءة كانت في جديد الصحف الوطنية الأسبوعية. أما اللحظة فنتوقف مع الورقة الخاصة بأحوال الطقس، حيث من المرتقب أن تكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب على العموم بالمنطقة، ودرجة الحرارة نستهلها من العاصمة الرباط، حيث من المرتقب أن تكون في حدود 24 درجة، 22 درجة بسيدي إفني، 32 درجة بقليميم، 29 درجة مرتقبة بالعيون، و25 درجة ببوجدور، 32 درجة مرتقبة بأوسرد، و34 درجة بأسا. حالة البحر على الساحل الأطلسي من المرتقب أن يكون هائجا، أما علو البحر فسيتراوح ما بين متر ونصف ومترين ونصف. طلوع الشمس بإذن الله سيكون على الساعة 7:57، أما الغروب فسيكون بحول الله على الساعة 7:17. بالنسبة لدرجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا نستهلها من مكشوط 40 درجة مرتقبة، 33 درجة بزويرات، 36 درجة بكول متوقعة بكل من آطار وباماكو. وإلى من فاتته أهم أبرز عناوين هذه النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني يؤكد في تصريحات صحفية بأن الصحراء مغربية وأن البوليساريو انتهت. ومن العيون نرصد فعاليات المنتدى العالمي الأول حول المدن الذكية المنظم بالعيون من طرف مؤسسة فوس بكرة. كما تابعنا في النشر حصول خليج الداخلة على شهادة عضوية النادي الدولي أجمل الخلجان في العالم. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.